من مجموعة كبيرة من المنازل والسيارات إلى رحلات غير تقليدية، من الصعب أن تجد في الوقت الراهن شخصاً لم يسمع مستر بن. لم يستطع روان أتكنسون اختراع هذه الشخصية فقط، لكنه لعبها بشكل محترف لدرجة أن الناس تتذكره إلى الآن بمستر بن، على الرغم من أنه مر العديد من السنين على انتهاء تصوير الفيلم. كان الكثير يسمونه مستر بن وليس السيد أتكنسون، لأنه من الصعب أن إشراك هذا الفنان مع شخصيات أخرى. جلب هذا الدور الكثير من المجد له عالمياً، النجاح الباهر له عشرات الملايين من الدولارات. سنحكي لكم كيف ينفق مستر بن ملايينه. سيرته الذاتية وكيف وصل إلى النجاح. ولد روان في 5 يناير من عام 1955 في مدينة كونسيت. تعلم الممثل في مدرسة شرايستر دورهام. من المثير أن توني بلير كان زميل دراسة له، وهو شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا وحكم من عام 1997 إلى عام 2007. أنهى روان التعليم في مدرسة سان بيس بعد المدرسة الإعدادية في مقاطعة كامبري. أنهى الممثل تعليمه في جامعة نيوكاسل، حيث درس الهندسة الكهربائية في عام 1975، بل حصل على درجة الماجستير فيها من جامعة أكسفورد الملكية. بدأت الحياة المهنية للفنان في عام 1978، حينها كان من مؤلف السيناريو المشهورين والممثل الرئيسي في راديو شو باسم شعب أتكنسون. قام الممثل بعمل فيلمه الأول الضحك المعلب في عام 1979. قام أتكنسون في 8 بالمشاركة بفعالية في عدد من المسلسلات والأفلام، وبدأ في تكوين خبرته. تغيرت حياة أتكنسون إلى الأبد في عام 1990، حينها ظهر المسلسل الكوميدي مستر بن على الشاشة، وذلك المسلسل الذي ألفه أتكنسون نفسه. ظهر هذا المسلسل الكوميدي على الشاشة من عام 1990 وحتى عام 1995. في هذه الفترة بالتحديد كان المجد الذي حققه الممثل في أوجه. كان هناك الملايين من المعجبين بالمسلسل، لدرجة أن الأشخاص يربطون المسلسل بهذه الشخصية. بعد هذا النجاح الباهر اشتهر الممثل في العالم كله وأصبح يمثل في السينما. شارك في أفلام مثل جوني إنجليش ريبورن والحب الحقيقي، وفي مسلسل ماجري الذي لعب فيه دور الوسيط جولي ماجري. لم تعطي الموهبة الاستثنائية لأتكنسون كممثل كوميدي والكاريزما المميزة التي لديه لم تعطي له الشهرة فقط، ولكن أعطته أيضاً أموالاً طائلة. يقول أتكنسون إنه لا يزال يعيش في أرباح مسلسل مستر بن، تقدر ثروته في الفترة الحالية ب 130 مليون دولار. كيف ينفق الممثل نقوده؟ السيارات. روان أتكنسون هو إنجليزي بحق، إذا نظرت إلى الممثل خلافا لما يقوم به من أدوار ستجده رجلا هادئا ومهذبا. هو يحب السيارات الرياضية. لدى الممثل كمية كبيرة من السيارات الفارهة والسريعة، وسنرى عددا منها. قبل كل شيء يجب أن ننظر إلى سيارة ماكلارين F1. هي سيارة رياضية بريطانية شهيرة، كانت تعتبر السيارة الأسرع في العالم ما بين عامي 1993 إلى عام 2005. تم إصدار 106 أنواع من هذه السيارة في الفترة ما بين عام 1992 إلى عام 1998، وكانت إحداها تخص روان. كان الممثل يحب قيادة هذه السيارة لدرجة أنه اصطدم بها في حادثة مرتين. حدثت المرة الأولى في عام 1995 عندما أتلف الغطاء الخارجي للسيارة. كانت تكلفة إصلاح السيارة 820 ألف دولار، لكن حينها تكلفت الصيانة تقريباً 125 ألف دولار. تعرض لحادثة أيضاً في 4 أغسطس من عام 2011. في هذه المرة كانت هناك تلفية خطيرة للسيارة. لم يصب الفنان سوى بإصابة بسيطة في كتفه. تم صيانة السيارة لمدة أكثر من عام في توكيل ماكلارا في مقاطعة سري. بلغت تكلفة الصيانة التي تحملتها شركة التأمين حوالي 1 مليون دولار أو أكثر، وهذا الرقم يتجاوز ثمن السيارة عند شرائها في عام 1997.
من الرأي أن أتكنسون بعد كل ذلك استطاع أن يبيع سيارته التي عانت معه كثيراً. كان ثمن الصفقة كبيراً جداً، كان 12 مليون دولار. كانت هناك سيارة أخرى موجودة معه، وهي أستون مارتن V8 زاغاتو. كانت قيمة السيارة في عام 1986 156 ألف دولار. يصل سعر السيارة الآن في السوق 570 ألف دولار. يوجد بها محرك 8 سلندر تحت غطاء أستون مارتن، قوته 430 حصانة، وتصل سرعة السيارة القصوى إلى 250 كيلومترا في الساعة. ليس من المدهش أن أتكنسون يحب أن يسير على سرعة، مما عرضه لحادثة أخرى. اصطدم الممثل في عام 2001 في السور، مما اضطره إلى بيعها. معه سيارة أخرى أيضاً تستحق الذكر، وهي فورد فالكون من إصدار عام 1964. هي سيارة رائعة ومواصفاتها الفنية ليست سيئة مقارنة بعصرها. على الرغم من أن فالكون سيارة رائعة، إلا أنها لم تكن مخصصة للسرعة العالية، وكانت النتيجة واضحة. قام بن بتحطيم السيارة في إحدى المسابقات في عام 2014. يوجد أيضاً سيارة لوكس مثل أودي A8، يصل سعرها في الوقت الحالي حوالي 75 ألف دولار، ومرسيدس بنز SLSA AMG التي دفع فيها أكثر من 300 ألف دولار. هذه السيارات لم تكن للسباق، لكن للحياة العادية، وهذا شيء منطقي. معه أيضاً سيارة رولز رويس. الكثير من الأغنياء يمكنهم أن يتفاخروا بامتلاكهم سيارة من هذه الشركة. لديه سيارة رولز رويس فانتوم، يبدأ سعر هذه السيارة من 290 ألف دولار. تصل قوتها إلى 450 حصانة. تصل سرعتها إلى 240 إلى 250 كيلومترا في الساعة. على الرغم من أن الفانتوم يمكنه السباق بها، لكني لا أعتقد أن مستر بين يفعل ذلك، لأن لديه سيارات أخرى تصلح أكثر للسباق. لن نتحدث عن السيارات الأخرى، لأن الحديث عن سياراته قد امتد بنا. العقارات. أتكنسون لديه قائمة كبيرة من العقارات. اشترى الرجل منزلاً صغيراً منذ 10 سنوات. هذا المبنى القديم بني في عام 1930، ولا يتمتع بأي خصائص معمارية خاصة به. لذلك قرر أتكنسون هدمه وبنى منزلاً آخر على الطراز الحديث. قام مستر بين بالاتفاق مع المهندس ريتشارد مير وطلب منه أن يعد تصميماً للمنزل الحديث. التصميم عبارة عن منزل أبيض على ارتفاع 9 أمتار وعلى مساحة 843 متراً مربعة. في هذا المنزل يوجد 8 غرف نوم وغرفة استقبال. بلغت تكلفة المشروع أكثر من 6 ملايين دولار، مع الأخذ في الاعتبار أن العمل سينتهي بعد 3 سنوات، فنحن نعتقد أن المنزل قد انتهى بالفعل حالياً. هناك منزل آخر يمتلكه الفنان. هذا المنزل كان مبنياً في عام 1777 وتم ترميمه كثيراً. قرر مستر بين في عام 2014 بيع هذا المنزل بعد أن انفصل عن زوجته. السعر المقترح منذ البداية كان أكثر من 4 ملايين دولار، لكن لم يكن هناك راغبون في شراء هذا المنزل. الرحلات. لا ينفق مستر بين أمواله على السيارات وعلى العقارات الغالية، هو يحب السفر. يحب مستر بين أن ينفق نقوده على رحلات استجمام جيدة يقضيها مع أسرته. نذكر منها رحلته إلى كينيا التي كانت في عام 2012، والأمر لا يكمن في أن الفنان أنفق الكثير من الأموال في هذا البلد الإفريقي، فهذه الرحلة كانت ستصبح الأخيرة في حياته هو وأسرته. فقد قائد الطائرة التي كانت تقل أتكنسون وأسرته الوعي أثناء رحلة الطيران من كينيا. حدث ذلك بعد 45 دقيقة من الإقلاع. لم يخف الفنان وقرر بنفسه إجراء الهبوط، على الرغم من أنه لم يقم بقيادة الطائرات من قبل. لقد أخذ آلة القيادة في يده وطلب من زوجته أن تفيق الطيار. عاد الطيار إلى وعيه بعد أن أخذ عشرات اللطمات وهبطت الطائرة. أتكنسون ليس فناناً كوميدياً، لكنه شخص شجاع جداً، يفكر دوماً في أمان أسرته. ماذا يفعل أتكنسون الآن؟ لا يزال أتكنسون يقوم بالتمثيل في الأفلام والمسلسلات. في عام 2018 قام بالتمثيل في فيلم جوني أنجليش، حيث لعب دور البطولة.
قال الرجل إنه يريد أن يقوم بالتمثيل في الأفلام التي تعرض مستر بين بعد أن كبر، لكن الأمر لم يكن سوى كلام فقط. يقضي روان الكثير من الوقت مع أسرته بالإضافة إلى الأفلام السينمائية. في عام 2017 أصبح أتكنسون أبا للمرة الثالثة. لقد رزق بابنة والآن هو يحاول أن يقضي معها الكثير من الوقت وفقا لكلامه. أعتقد أن الكثيرين سيتفقون معي أنه حتى لو لم يقم أتكنسون بالتمثيل مجددا في الأفلام، سنتذكره باعتباره مستر بين، ولن ننسى القيمة التي أضافها هذا الممثل البريطاني. إلى هنا أعزائي المشاهدين نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء.